بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العلي العظيم. اخواني اخواتي ابنائي وبناتي طلبة السادس الاحياء، اينما كنتم لقد قررت ادارة مؤسسة التفوق الاهلي التواصل معكم عن بعد بسبب الظروف الراهنة، وقررنا شرح بعض من مفردات المنهج. من خلال التواصل عن بعد، رغم أننا نعلم أن هذه الطريقة لا تحقق كل ما نتمناه، كما أن معظم الطلبة ليس لديهم القدرة والإمكانية اللازمة لذلك، ونعلم بكل هذه السلبيات، ولذلك نعدكم إن شاء الله بأن نعيد كل ما نشرحه بهذه الطريقة مرة أخرى، شرحا حرا، شرحا حيا، كما تعودنا قبل هذه الأزمة. إن شاء الله بعد زوال هذه الأمة، ومن الله التوفيق. وبخصوص درس الأحياء، فإن شاء الله سنبدأ من حيث انتهينا قبل امتحانات نصف السنة، وهو موضوع التكاثر في النباتات الزهرية. الفصل الرئيسي هو فصل التكاثر. وصلنا إلى التكاثر في النباتات الزهرية، ولكن سنحاول أن نسترجع بعض المعلومات حتى نكون على بينة ونتذكر ما نسيناه. التكاثر يعني قدرة الكائن الحي على إنتاج أفراد جديدة مشابهة له، أي الإنسان ينتج إنسان أو ينجب إنسان، الحمامة تنتج حمام، السمكة تنتج أسماك، هذا ما نعنيه مشابهة له. وكذلك في النباتات، البصل ينتج بصل، والحنطة تنتج حنطة، وهكذا. الفصل بدأ بتعريف التكاثر، ثم بدأ في المقدمة ليعطى صورة سريعة عن التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي، ولسنا في حاجة إلى شرح الموضوع مرة أخرى. ثم انتقل مرة أخرى إلى دراسة التكاثر في الأحياء، وقبل الأحياء بدأ بالفيروسات، فشرحنا التكاثر في راشح البلع والبكتيريا. انتقلنا إلى البدائيات، فدرسنا التكاثر البكتيريا لا جنسيا بالانشطار الثنائي، وجنسيا بالاقتران. ثم انتقلنا إلى الطبيعيات، ودرسنا ثلاثة أمثلة، هي التكاثر في تحلل الكلاب والناس، ثم التكاثر في البراميسيا، ثم التكاثر في اليومين. انتقلنا إلى العالم الثالث، وهو عالم الفطريات، ودرسنا التكاثر في فطر عفن الخبز الأسود. رابعا التكاثر في عالم النباتات، أخذنا ثلاث أمثلة، هم التكاثر في الحساسيات، أخذنا البوليترا، والتكاثر في السرخسيات، أخذنا سرخس البوليبيديوم. ثم المثال الثالث في النباتات هو التكاثر في النباتات الزهرية، اللي هو أساساً الموضوع الرئيسي اليوم.
وأخذنا درس وهو الزهرة وتركيب الزهرة، وعرفنا أن الزهرة هي عضو التكاثر الجنسي في النباتات الزهرية، وعرفنا منشأ الزهرة وأخذنا أسئلة كثيرة في هذا الموضوع، وأيضا تركيب الزهرة بأجزائها الأربعة الكأس والتويج والأزدية والمضقة، كل هذا درسنا. ثم انتقلنا إلى خطوات أو مراحل التكاثر في النباتات الزهرية. الكتاب مقسمة إلى عدة مراحل كالآتي: النطق وتكوين حبوب الوقاح، المبيض وتكوين البويضات، التلقيح، تكوين حبوب اللقاح، الإخصاب، المزدوج وتكوين الجنين، ثم تكوين البذرة، ثم الثمر. الخطوة الأولى كانت النطق وتكوين حبة اللقاح أو حبوب اللقاح. هذا هو النطق. احنا ما نشرح من جديد ولكن بسرعة، هذا النطق وهو الجزء الأساسي أو جزء أساسي من أجزاء الزهرة. احنا عندنا جزئين أساسيين، الأزدية والمضقة، هذه كلها اسمها السدات، والسدات تتألف من جزء منتفخ يدعم النطق محمول على خيط أو خويط. الزهرة هو عضو التكاثر الجنسي مثل ما عرفنا، وبالتالي الزهرة الكاملة أي التي تحتوي على الأربع أجزاء، الكأس والتبيج أجزاء غير أساسية ليس لها دور مباشر في التكاثر الجنسي وتكوين البذرة، كأس والتبيج. أما الأزدية والمضقة فكانت أجزاء أساسية علم لدورها المباشر في التكاثر الجنسي وتكوين البذور. فالسدات جزء أساسي، لماذا؟ فهي المسؤولة عن تكوين حبوب اللقاح، فهي جزء الزهرة الذكري. كما في الحيوان فهناك عضو تكاثر ذكري أو جهاز تكاثر ذكري وجهاز تكاثر أنثوي، فالأزدية تقابل الجهاز التناسلي الذكري في الحيوان، علم فهي المسؤولة عن تكوين حبوب اللقاح. وشرحنا مراحل تكوين حبة اللقاح داخل أكياس اللقاح. فهنا تتم عملية تكوين حبة اللقاح. كيف؟ شرحنا الخطوات، ولكن هنكتفي نعرف شنو هي حبة اللقاح. على السبورة حبة لقاح، تركيب كرو الشكل عادة محاط بجدار ثنائي الطبقة، يحتوي على أهداب أو أشواك، إلا من مناطق رقيقة تدعى ثقب الإنبات، هذا ثقب الإنبات. تركيب كرو الشكل عادة ممكن يكون مكرو، ممكن يميل إلى الاستطاب، محاط بجدار سميك ثنائي الطبقة، يحتوي على أهداب أو أشواك. لماذا هسه نعرف؟ يحتوي على مناطق رقيقة. ما أهمية هذه المناطق؟ الآن يمكن معرفة ما أهميته. هذا كتعريف خارجي اللي عدد محتويات. لو كان الصف حبة اللقاح يختلف السؤال عن ما هي محتويات حبة اللقاح. فالسؤال الأول صف حبة اللقاح سؤال أشمل، أما عدد محتويات حبة اللقاح
تقاصر على ماذا يوجد داخل حبة اللقاح. نروح لداخل حبة اللقاح. في الحقيقة هذا سيتوبلازم. إيه والله سيتوبلازم، يعني هذه من الأصل كانت فخذية. ويوجد بداخلها خليتين. خلية مستديرة بهذا الشكل دائرية وتدعى الخلية الأنبوبية. وخلية أخرى تميل إلى الاستطالة وتدعى خلية مولدة. رسم حبة اللقاح غير مطلوب، ولكن لا يمكن أن تقف على كل المعلومات عن حبة اللقاح إلا إذا عرفت رسمها. إذا كنت مرة ثانية صف حبة اللقاح، تركيب كرو الشكل عادة محاط بجدار ثنائي الطبقة سميك يحتوي على أهداب أو أشواك الجدار، عدا من مناطق رقيقة تدعى ثقوب الإنبات. للأهداب أهمية ولثقوب الإنبات أهمية. الآن سوف نعلم كل ذلك وماذا تحتوي. وتحتوي على خليتين، خلية أنبوبية وخلية مولدة. نروح للسؤال ما المجموعة الكروموسومية لكل مما يأتي؟ هذا سؤال شائع ومعروف ومتداول في امتحانات وزارة. ما المجموعة الكروموسومية لحبة اللقاح؟ يقول لي واحد سين. يعني ايش السبعة؟ ما المجموعة الكروموسومية للخلية الأنبوبية؟ واحد سين. ما المجموعة الكروموسومية للخلية المولدة؟ واحد سين. ما معنى واحد سين؟ معنى اثنين سين، معنى ثلاثة سين، وهكذا. مثلا الإنسان تحتوي الخلية الجسمية في خلية الإنسان على 46 كروموسوم أو 23 زوج. لماذا؟ لأن الكروموسومات في الخلايا الجسمية أو الجسدية توجد على شكل أزواج، بمعنى 46 فيها لكل كروموسوم كروموسوم آخر يماثله، ويطلق عليهما الكروموسومان المتماثلة. نفترض كائن حي يحتوي على 10 كروموسومات ومجموعة الكروموسومية 2 سين، ستجد الآتي أنها 5 أزواج: الزوج الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. والكروموسومات المتماثلان متماثلان في طولهما وشكلهما وموقع السنترومير أو الجزء المركزي والمحتوى الجيني، ولكن المعلومات الوراثية الموجودة في كل منهما المعلومات هناخدها بعدين في الوراثة، الجين وأليله. فالكروموسومات إذا كانت توجد على شكل أزواج تدعى بالخلية ثنائية المجموعة الكروموسومية، أي كل كروموسوم في الخلية يوجد له كروموسوم آخر يماثله. أما إذا قلنا أحادية المجموعة الكروموسومية، من شوية ذكرنا كائن حي عدد الكروموسوم 10
ننسي من الخلايا الجسديه. هناك خلايا في هذا الحيوان بها 5 كروموسومات فقط تدل على الامشاج، واعرف كمان في الابواخ. فهذه الامشاج او الابواخ تحتوي على نصف العدد الكروموسومي. كيف؟ حيث ينفصل الكروموسومان المتماثله فتصبح او يصبح في المشيت من كل زوج كروموسوم واحد، وبالتالي يحتوي المشيت او البوق على نصف العدد الكروموسومي للنوع. فاذا كانت حبه اللقاح هذه مثلا لنبات الذره، نبات الذره فيه 20 كروموسوم. الخليه الجسديه، الخليه الجسديه اي التي تكون الجسد، احنا نقول ذره يعني الورقه والساق والجذر وغيرها من انسجه النبات. فكل خليه جسديه تحتوي على 20 كروموسوم، والكروموسومات على شكل ازواج فنسميها ثنائيه المجموعه الكروموسوميه. أما حبة اللقاح للذرة فتحتوي فقط على 10 كروموسومات، فهي تحتوي على كروموسوم واحد من كل زوج. لماذا؟ في التكاثر الجنسي، واحنا عرفنا التكاثر الجنسي أي اتحاد نواة النطفة بنواة البيضة، يعود العدد الكروموسومي كامل مرة أخرى في البيضة المخصبة وبالتالي في النبات الجديد، فيبقى العدد الكروموسومي ثابت على مر العصور. وهذا شفناه وهنشوفه مره ثانيه في شيء اسمه تعاقب الاجيال، وهذا نرجع عليه اساس. فحاليا ما المجموعه الكروموسوميه للورقه للساق للجذر لاي جزء في النبات؟ ثنائي المجموعه الكروموسوميه، أي يحتوي على العدد الكروموسومي الكامل لنوعين. فالبازاليا اللي هي بازاليا مندل 14 خلية جسدية. أما حبة اللقاح والبيضة 7. مثلا مثل ما قلنا الذرة 20 في الخلية الجسدية، 10 في حبة اللقاح أو البيضة، الحنطة أو القمح 28. عدد الكروموسومات في الخلية الجسدية 28. عدد الكروموسومات في حبة اللقاح أو البيضة الأمشاج فقط 14. كيف يمكن معرفة الخلية الثنائية أم أحادية؟ من خلال تحت المجهر ملاحظة الكروموسومات وعددها. فإن كانت العدد طبعا هيكون نص العدد، بس احنا ما نعرف العدد الأصلي. قدامي خلية تحت المجهر. فإن شاهدنا الكروموسومات أن كل كروموسوم يوجد له كروموسوم آخر يماثله، فهذه خلية ثنائية المجموعة الكروموسومية. أما إذا وجدنا تحت المجهر كروموسوم واحد من كل زوج، يعني ماكو إلى مثيل، فهذه خلية أحادية المجموعة الكروموسومية. فما المجموعة واحد شيء آخر؟ هذه حبة اللقاح 1 6 A. طيب حبة اللقاح ككل. طيب حبة اللقاح تحتوي على عدد من على خليتين. طيب كل خلية ممكن تزين يصير اجمعهم؟ لا. متى تجمع؟ عند الإخصاب، عند اتحاد نواتين. فالواحد سين تصير 2 سين. طيب ثنائية المجموعة الكروموسومية كيف تصبح أحادية المجموعة؟ أخذناها في نهاية الفصل الأول بالانقسام الاختصار. سؤال آخر قبل ما ندخل في موضوعنا الجديد، ماذا يمثل كل مما يأتي في التكاثر الجنسي في النباتات الزهرية؟ من خلال فقط النقطة هذه، يعني السداد ماذا
تمثل ليس المطاح. حبة المطاح هذا ما يخص الناس الموجودة على السكورة هجد انت عورة السبات. ماذا تمثل في التكاثر الجنسي؟ هذا مكتوبة قدامك ورقة الأبواب الصغيرة. ورقة الأبواب الصغيرة مصطلح مركب معقد. ورقة، من أين أتت كلمة ورقة؟ السبات جزء من الزهرة، وفي بداية الموضوع عرفنا الزهرة هي عضو التكاثر الجنسي في النباتات الزهرية، وهي غصن، أي أن الزهرة غصن، والغصن نعرف أوراق، وبين الورقة والورقة سلبية، لأن الورقة تظهر عند العقدة. طيب ليش بنشوف الأوراق متباعدة؟ لعدم استطالة السلميات، فالزهرة غصن، هي أوراق إيه؟ أوراق متخصصة متحورة، ليش؟ لغرض التكاثر الجنسي. وبالتالي تكوين البذور والثمار. إذن السداد ورقة متحورة تخصصت لغرض إنتاج ورق الأبواغ. الأبواغ، الأبواغ خلايا تكاثرية لا جنسية أحادية المجموعة الكروموسومية. أبواغ، وما داخل الأبواغ في الموضوع؟ نعود إلى تعاقب الأجيال. لو سيادتك فتحت كتاب السادس علمي على تعاقب الأجيال، في الأعلى الطور البوغي. الطور البوغي فوق، إحنا ما نشرح شيء مجهول، إحنا نشرح النباتات الزهرية. أين هو الطور البوغي؟ هذه الأشجار وهذه النباتات التي تملا الحدائق والمزارع هي طور بوغي. طور بوغي كتبناها احنا ورسمناها طور بوغي. طور بوغي، وكتب لي رسم شوية دوائر، كتب لي 2 سين. طور بوغي، مجموعة الخلايا هذه، يعني هذا التركيب متعدد الخلايا هو النبات اللي قدام، أوراق وسيقان وجذور، الطور البوغي. وأي خلية من خلاياه ثنائية المجموعة الكروموسومية، واحد يرد عليه يقول لي أنت مرة تقول لي الأبواغ 1 سين، أما الطور البوغي 2 سين. طور بوغي أي هو الذي سيكون الأبواغ، هو 2 سين وعليه تتكون الأبواغ 1 سين. كيف؟ من شوية قلنا ذلك يتم من خلال الانقسام الاختزالي. إذا في الشجرة اللي هي الطور البوغي يحدث انقسام اختزالي، أين؟ لازم يحدث انقسام اختزالي. أين يحدث الانقسام الاختزالي؟ في مكان يدعى الحافظة البوغية. ليش في الحافظة البوغية؟ رجاء تركيز في هذا الموضوع. عندما تسمع حافظة بوغية في أي نبات، فاعلم أن فيها يحدث انقسام اختزالي وتنتج الأبواغ.
من ينقسم خزائيا؟ خلايا. توجد في الخلايا الحافظة البولية تضع الخلايا الأم للأبراج. قد تكون أبراج كبيرة وقد تكون أبراج صغيرة. إذا طبعا الشبه بعيد بس نعرفه. ليش الانقسام الاختزالي يحدث في الخصاء فقط في الإنسان أو في الحيوان؟ ليش الانقسام الاختزالي يحدث فقط في البين المبيض؟ لأن هناك خلايا تدعى بالخلايا التلثومية في الحيوان، هي خلايا تلثومية غير متخصصة ستعاني من الانقسام الاختزالي. لو إذا انتهت هذه الخلايا أصبح الكائن عقيم، ولذلك النطفة بس تتكون في الخصية والبيضة تتكون بس في المبيض لوجود الخلايا الجرثومية في الحيوان. أما في النبات فالانقسام الاختزالي يحدث في الحافظة البولية. لماذا؟ فهي تحتوي على خلايا تدعى بالخلايا الأم للأبواخ. يحدث عليها انقسام اختزالي؟ فتكون فتملك دائرة واحدة بوغ. خلي الأوبة في البيتين، دائرة واحدة يعني خلية واحدة. بس لا يكون بوغ واحد ملايين الأبواخ، ولكن كل بوغ مستقل. إذا تعال نقرأ ورقة الأبواخ الصغيرة. السلالات ومن ضمنها المدق تمثل ورقة الأبواخ الصغيرة. ليش؟ فيها سيحدث الانقسام أين؟ في المدق أين؟ في كيس اللقاح. ولذلك كيس اللقاح يمثل حافظة الأبواخ الصغيرة. حدث الانقسام الاختزالي، تكونت الابواب واخذوا المراحل. ماذا يحدث الابواب الصغيره داخل اكياس اللقاح؟ وانتهت بتكوين حبوب اللقاح. اسف طبعا وانا اعتذر لاني ما اقدر ارجع المشروع باش اشرح الموضوع بالكامل، لان احنا ندخل في مشروع الايه؟ الموضوع الاخر نشرحه بالكامل، يعني اعاده. تكون داخل أكياس اللقاح حبوب اللقاح. إذا ما مجموع كروموسومات حبة اللقاح؟ 1 سين. طيب ماذا تمثل حبة اللقاح؟ نسمع. البوغ 1 سين. خيطيا أو اعتياديا. ينقسم البوغ خيطيا او اعتياديا. لذلك الابواخ تتولد من انقسام اختزالي. اما البوغ فيبدا بالانقسام الخيطي والنمو. ما الفرق بين الانقسام الاختزالي والانقسام الاختزالي، الانقسام الاختزالي والانقسام الخيطي؟ عرفنا ان الانقسام الاختزالي فيه يختزل العدد الكروموسومي للخليه الى النصف. كل مقارنة طويلة، ولكن الخلايا النتيجة صح 4 وتكون تحتوي على نصف العدد الكروموسومي من الخلية الأم. زين. أما الانقسام الخيطي، سميه خيطي أو الاعتيادي أو غير مباشر. عندما تنقسم الخلية خيطيا تنتج خليتين، كل منهما يحتوي على العدد الكروموسوم. طيب ليش؟ ليش هذا الانقسام اخذناه؟ لغرض النمو وتعويض التالف والتكاثر اللاجنسي. فيبدأ البوغ بالانقسام الخيطي. الخلايا المتكونة لا تنفصل. فيمتلي تركيب متعدد الخلايا. ولكن هاي المرة 1 سين. ليش؟ ناتج من نمو الأبواخ بعد عملية الانقسام الاختزالي. هذا بنسميه دور نشيجي.
مشيتي. من مجموع الكروموسوم الالكتروني المشيتي اي طور مشيتي واحد سين. علل ناتج من المقسمات الاحتياجيه ونمو الدور بعد عمليه الانقسام الاحتزازي. ناتج من الانقسام الخيطي للابواب التي نتجت من الانقسام الاحتزازي. فالدور المشيتي احد المجموع الكروموسومي. فحبه اللقاح نتجت من الانقسامات الخيطية للأبواب التي تكونت من الانقسام الاختزالي الذي حدث داخل كيس اللقاح، فهي تمثل الدور المشيتي الذكري غير الناضج. واحد يجيب يعني ما تلاحظ العبارة شوية، طول مشيتي ذكري، وش المعنى غير ناضج؟ نحن نقول سوي، سوي، غير بالغ جنسيا، سينمو، يكبر، يوصل لسن البلوغ، فأصبح رجل بالغ، وكذلك الطول حبة اللقاح، طول مشيتي ذكري غير ناضج، أي غير قادرة على إحداث عملية الإخصام. متى تنضج؟ حسن جمال. هذا كان السؤال الآخر. تكونت حبوب اللقاح داخل النتوك، تشققت النتوك بالآلية اللي احنا أخذناها، وتماثلت حبوب اللقاح في الهواء. أي نتيجة الهواء؟ نروح للخطوة الثانية وهي التلقيح. أين ذهبت حبة اللقاح؟ انتشرت في الهواء. انتشرت في الهواء. ولن تكمل دورها الذي من أجلها خلقت إلا إذا سقطت على ميسر لنبات من نفس النوع. ومن يضمن لها؟ ما أضامن؟ المكان اللي احنا فيه فيه 100 نوع من انواع النباتات، اذا اكو 100 نوع من حبوب اللقاح في الهواء. وتسقط حبوب اللقاح في كل مكان. ولكن لن تنمو الا اذا سقطت على ميسك لنبات نفس النوع. كيف؟ الاجابه على السؤال مو مكان هذا. حبة اللقاح للذرة لن تنمو إلا على ميسم زهرت الذرة. الحنطة حبة اللقاح تسقط. إذا لم تسقط انحلت وانتهت. ونفس الشيء بالنسبة للحيوانات في الماء. ومعظم الإخصاب في الحيوانات المائية إخصاب خارجي، حيث أن الذكور للحيوانات المختلفة تطرح مضافات الماء. وكذلك الإناث تطرح بيضها. نطفة الضفدع لا تخصب إلا بيضة الضفدع. نطفة الرميح لا تخصب إلا بيضة الرميح. وهكذا. تنتشر حبوب اللقاح في الهواء. فإن سقطت على ميس لنبات من نفس النوع
أطلق على العملية التلقيح. خلينا نوقف هنا. ما المقصود بالتلقيح؟ كتابك على السبورة ويعني انتقال حبة اللقاح أو عبور اللقاح من نتوج الأزهار إلى مياسمها بواسطة الرياح أولا، وأنزلنا الرياح لواقح. فالواسطة الرئيسية والأساسية لعملية التلقيح الانتقال عبور اللقاح من نتوج الزهر إلى الميسم هي الرياح. وأنزلنا الرياح لواقح. ثم الحشرات يعتبر العنصر الثاني، وكذلك المياه بالنسبة للنباتات المائية، وكذلك الحيوانات الأخرى والإنسان كما هو الحال في النخيل. والتلقيح نوعين، التلقيح الذاتي والتلقيح الخلطي. نتابع مع بعض لان التعب شويه. التلقيح الذاتي، شوف الصوره هذه، هذا معناه نبات واحد غير زهر. هذا السهم ماذا يعني؟ ان حبه اللقاح تكونت في الزهرة وسقطت على ميسم نفس الزهرة، أي أن الزهرة خنثية أو تامة أو ثنائية الجنس. فهذا نسميه تلقيح ذاتي. احتمال آخر، زهرتين على نفس النبات وتنتقل حبة اللقاح من الزهرة إلى زهرة أخرى على نفس النبات، فهذا يدعى بالتلقيح الذاتي. ويعني قدامك نوعين، هو تلقيح ذاتي ويعني انتقال حبة اللقاح من نتوج الزهرة إلى ميسم الزهرة نفسها أو إلى ميسم زهرة أخرى على نفس النبات. ونعطينا أمثلة ليش؟ يعني مو كل النباتات ممكن يحصل فيها التلقيح الذاتي. لكي يحدث التلقيح ذاتيا لابد أن يكون هذا النبات أزهاره خنثية أي تامة والكاملة والثنائية الجنس. أو شيء آخر هو ما ذكر في الكتاب نصا، أو النبات ثنائي المسكن. لا غلط، النبات أحادي المسكن. هذا سميه تلقيح ذاتي. أحادي المسكن إيه؟ يعني إيش أحادي المسكن؟ يعني هناك زهرة ذكرية وهناك زهرة أنثوية على نفس النبات. هذا نشوفه مثلا في الذرة، نشوفه في البردي. نقول مرة ثانية، التلقيح الذاتي ويعني انتقال عبور اللقاح من نتوج زهرة إلى ميسم نفس الزهرة أو ميسم زهرة أخرى لنفس النبات. ومن أمثلة النباتات التي يحدث فيها التلقيح الذاتي، كتب لي البرتقال، أي مثال هنكتبه اعرف ان ازهاره تامه او خنثيه. البرتقال، الحمضيات كابول، القرب، الحمض، الشعير، الفاصوليه، الزبيب، كل هذه نباتات ازهارها خنثيه ويمكن ان يحدث فيها الاخصاب ذاتي. نروح للإخصاب الخلطي.
شوف مع بعض الإخصاب الخرطي. هذا نبات، هذا نبات آخر. تلقيح الخرطي، انتقال حبة اللقاح من نتج زهرة إلى نيس زهرة أخرى محمولة على نبات آخر بنفس النوع. طماطم طماطم، قرع قرع، ذرة ذرة، أو تجملة التعريف احتمال آخر، أو تنتقل حبة اللقاح من نتج زهرة إلى نيس زهرة أخرى على نبات آخر من نفس النوع. سميها مثلا أنواع النخيل، أسناس نخيل، بين نخيل هذا من نوع وهذا من نوع النخيل. وعندنا أيضا كثير من النبات الحمضيات، يعني من برتقال لليمون، من الليمون للحمض، العفو من الليمون للبرتقال أو إلى نهج مثلا. فتعريف التلقيح الخلطي يشمل احتمالين: انتقال حبوب اللقاح من نتج زهرة إلى نيس زهرة أخرى محمول على نبات آخر من نفس النوع أو من أنواع متقاربة في نفس الجنس، مثل ما قلنا الحمضيات فيما بينها أو النخيل فيما بينها. يقول مرة ثانية، لأن هذا السؤال إجا في سنة أكثر من مرة، ما الفرق أو قارب بين التلقيح الذاتي أو الخلطي؟ فأنت في كل الحالات أعطيت تعريف هذا أو هذا، تعريف هذا أو هذا، بس يا ريت تسوي أو تصنع جدول أفضل. فالتلقيح الخلطي الذاتي يعني انتقال حبة اللقاح من نتج الزهرة إلى ميس نفس الزهرة أو إلى ميس زهرة أخرى محمولة على نفس النبات. أما الخلطي أيضا باحتمالين: انتقال حبة اللقاح من نتج الزهرة إلى ميس زهرة أخرى محمولة على نبات آخر من نفس النوع أو من أنواع متقاربة لنفس الجنس. كتب لي في الكتاب شو يقول، مو منطلي أمثلة، بس كاتب إيش؟ في معظم النباتات. ليش؟ تعرف حتى هذه النباتات اللي أسعارها خلطية ممكن أن يحدث فيها التلقيح خلطي. إذا لما تجي أعطي مثال لنبات يحدث فيه التلقيح خلطي، أنت أي مثال لأي نبات. ولكن هناك نباتات لا يحدث فيها التلقيح إلا خلط، مثل النخيل، لأنها منفصلة الأجناس، لأنها منفصلة الأجناس. فالنبات نسميه ثنائي المسكن، أبو نخلة ذكر، أبو نخلة أنثى. التلقيح الذاتي والتلقيح الخلطي كما هو في الحيوان وفي الإنسان، لا يفضل زواج الأقارب ويفضل زواج الآباء، هذا في الإنسان. أيضا في النبات التلقيح الخلطي أفضل من التلقيح الذاتي، مثل زواج الآباء أفضل من زواج الأقارب، هذا بعدين أخذها بالوراثة. فكذلك التلقيح الخلطي أفضل من التلقيح الذاتي، علم، لأن الثمار والبذور الناتجة منه من الخلطي تكون أكبر حجما، أكثر عددا، أسرع نموا، وأحسن نوعية من قصيد الوراثية. عندي بستان برتقال، أزهار البرتقال خلدية، هل أستطيع أن أتحكم في نوع التلقيح؟
هي الأزهار فقير، أنا أريد أخليك تبتاع خلطي. رغم أن الأزهار فقير، نعم ممكن. كيف؟ بإكثار الحشرات التي تلتقط بين الأزهار. أي حشرة؟ لا، أنا أجيب حشرة مفيدة. نجيب حشرة مفيدة من النحل. تروح في المناطق الزراعية تلاقي الرجل اللي هو المهندس الزراعي عنده بستان ومربي به نحل وعنده برج حمام يسوي سلسلة غذائية كاملة، كل واحد يساوي كل كائن بيعتمد على الآخر. ما دخل النحل هنا؟ نستفيد منه بالعسل ايه؟ لا اقول شيء بعد. النحل يحتاج الى الازهار، يجمع منها رحيق الازهار، فالنحله تنتقل بين الازهار، واثناء انتقالها تحمل معها حبوب اللقاح من زهره الى اخرى، وبالتالي كان الاخصاء اصبح غطيا. اذا علل ينصح بتربية خلايا النحل في البساتين أو بالقرب منها لضمان حدوث التلقيح الخلطي، وبالتالي ضمان الحصول على ثمار وبذور أكبر حجما وأكثر عددا وأحسن نوعية، فيعود بالنفع لصاحب البستان وكذلك للنبات نفسه. سقطت حبة اللقاح على الميس، سقطت على الميس، ماذا يحدث؟ هذه حبة اللقاح سقطت على الميس بما تحتويه من خليتين، خلية أنبوبية وخلية مولدة. هذه حبة اللقاح تمثل الدور المشيد الذكري غير الناضج. تبحث عن من؟ عن البيضة. أين البيضة؟ في المبيض. فكيف تصل مكونات حبة اللقاح إلى البيضة؟ مشوار طويل تحت عنوان ثالثا تكوين أنبوب اللقاح. وإن شاء الله سيتم شرحه في الدرس القادم إلى الملتقى إن شاء الله.